السلام عليكم ورحمة الله. أخ خالد؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا أدرك ثواني بس. تفضل. صاحب الحرمة هي اللي مسؤولة عن هالأمور. إيه. البيت بدون حرمة ما يسوى شيء. كم شهر تعبت. ما قامت لا ترقد ولا تاكل ولا تكلم أحد. نعزة بروحها. ولما استلبست استوت وايد عنيفة. قامت وايد تتلاعب. أنت متأكد أنك تقدر تساعدها وتطلعها من اللي فيه؟ إي نعم، بس الأول أشوف نوع الجن اللي فيها وبقدرة قادر إن شاء الله بتشفى. شوف طال عمرك، أنا العادة آخذ من الناس 15,000 درهم، بما أنك أنت ريالة قد حالك وواضح ودين، بآخذ منك بس 10,000. ما عندي مشكلة، أهم شيء تتعالج. زين، يلا توكل، تفضل. لا، لحظة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. أخ خالد، ممكن حصل عندك شوية بخور؟ سلام نقول. لا لا. الحمد لله. الجن طلع منها. خالد. هذا ماي مقراي عليه. تسقيها في اليوم 7 مرات. لا تحادي. كل شيء تمام. الحمد لله شوي بترتاح. ساعدني أرجوك، أنا ما فيني شيء.
خيلك لا تروح. سامحيني. لا خيلك. سامحيني ما أقدر. لا بتروح خالد. روحي عند ابني. خيلك. أنت واضح خالد مجنون. بدأ يلومني بعد ما توفى ولدنا. خيلك لا تروح. تخليني. خالد الحمد لله هالمريات سليمة، بس اللي أشوف أن حرمتك جسمها تعبان، وأنصحك أنك توديها المستشفى. ترى هي بعدها مستلبسة، ظهر ان علاجك ما نفع. عموما مشكور، شكلها المشكلة اكبر عنك. عندك عيال؟ بنت. تحبها؟ طبعا. شو تسوي؟ ها؟ ليش فتشت؟ خال هدي عطس السجين. ليش فتشت؟ عطس السجين. انت ليش تفتشها؟ عطس السجين. لا تلومها. شو معلومها؟ ليش تطلعها؟ كل واحد يضيع ورده. انا عارف. ولد. حتى الولد ضاع، لا تلومها هي ما. ما كان عندنا ولد. قوم. تعالي. قومي بسرعة وياي، قومي ما تظل الإسعاف. تعجبني يا شيخ، بني آدم وعندك الغريزة، تعرف الغلط وتسويه، تعرف الحلال والحرام كمل الحرام. الله كرمكم علينا لكنكم ما تستاهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخاف ما راح يأثر فيني، أنا بعد أخاف ربي. خبرني يا شيخ، توقف تخاف ربك؟ قررت تبيع كلماته. ساعدني. Thank you.
بنتي بنتي. مالك ما استوعبت يا ابو ايمان؟ شفت؟ ضعف ايمانك من وصلك؟ لا مكرك وين وصلك؟ انت تعرف مثل ما انا اعرف، كما تدين وتدان، وان الله هو الحق. ارجوك سامحيني، ارجوك سامحيني الا بنتي. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. من؟ بنتي